الحديث عن هذا الداء المنتشر في الجزائر، أسعد باستضافة السيد فيصل وحدة رئيس جمعية مرضى السكري للعاصمة الجزائر. فيصل أهلا بك. وبك أهلا، شكرا على الاستضافة. على ما جاء في الفيتير من قبل مسؤولة في وزارة الصحة، نعم. لكن قبل ذلك 5 مليون مصاب بداء السكري في الجزائر، نعم. رقم مخيف، رقم مرعب. نعم بيان سور، بسم الله الرحمن الرحيم. فيما يخص واش قالت الدكتورة نادير، دونك يعني فيه يعني كلام مش متوافق مع الكلام. ممكن يقولوا يوم كلام وغدا يقولوا كلام، لماذا؟ حنا كنا واش نقول لك، انا الايام الماضيه كنا نقولوا حوالي 12% مصابين بداء السكري على المستوى الوطني. صحيح. لماذا كنا نتكلموا 12%؟ لانه كانوا ارقام غير حقيقيه. كنا نقولوا احنا حوالي من بين 10 الى 12 ليلة ال 14 اليوم العالمي لداء السكري المصادف في 14 نوفمبر من كل سنة، قيل أنه عندنا 14% مصابين بداء السكري على المستوى الوطني، ما يعادل أكثر من 5 ملايين، ممكن يقيسوا 6، الله يبارك، مصابين بداء السكري 5 ملايين. ولما يتكلموا وزارة الصحة ومسؤولي وزارة الصحة ويقول لك ما عندناش ريزيست أونكور سي غراف، ولا وزارة الصحة في 2018 الرقم الثاني المرض المزمن، الرقم الثاني المصنف من الثاني على مستوى العالم، وحتى في الجزائر ما عندكش ريجيست في صحيح. 2018 تحيا الجزائر. دونك اذا ما عندناش، لماذا قيل انه 5 ملايين؟ لماذا قيل انه 14%؟ لماذا؟ قال 14% ومن بعد يقول لك ما عنديش ريجيست. هنا فيه اختلاف الكلام، معليش. حنا ما يخلعوناش الارقام، لماذا؟ لانه لما نقولوا 5 ملايين رقم مرعب. لماذا مرعب؟ بصح لو كان نشوفوا يوميات المواطن ويوميات يعني المواطن خير المصاب بداء السكري، واش ياخذ من السكريات؟ كنا نتكلموا يا محمد، واش نقول لك، انا نتكلم صباح وعشيه، مام انايا كي نكون في حياتي اليوميه قاعد ندخل القهوه نشوف واحد يدير السكر بزاف، نقول له ما دير السكر، هذه انا طبيعي ماهوش جمعيه. لانه اون كونسوم بوكو دو سكر، محمد ناكلوا اكثر من 20 22 كيلو سكر في السنة للفرد الواحد، أكثر من 22 كيلو سكر للفرد الواحد في السنة. طيب فيصل، رقم مخيف، سامحني بك محمد نكمل الفكرة هذه. زيد على ذلك المنظمة العالمية للصحة واش قالت؟ للفرد الواحد يقول أقل من 10 كيلو، يعني ناكلوا أكثر من يعني الدوبل، أكثر من الدوبل اللي ناكلوه. هذا حاجة خطر. هذا هو حنا دوك واش نحاربوا؟ دوك واش نحاربوا غير السكري؟ نحاربوا الإصابة بداء السكري. علاش رانا نقولوا حنايا في أرقام مخيفة من ناحية الإصابات الجديدة؟ ماهوش غير أرقام، رقم متواجد. دوك أنا نقول لك ما مرض السكري كاين أكثر من 5 ملايين، الحمد لله عندهم رقابة، عندهم متابعة، عندهم أدوية، عندهم طبيب معالج، عندهم وعندهم، ولو يوجد نقائص. ولكن ستان ديابات كما نقولوا ديابات كوني، صح المريض على باله بلي أنا مصاب بداء السكري، يتبع ما يتباش هذه حاجة خلاف، يتبع ما يتبعش، ممكن نعاودوا نحضروا ما عرفش يتبع، معليش. بصح البروبليم كيسبوز يا محمد، انه كاين مرضى اللي راهم يدوروا ما على بالهمش انهم مصابين بداء السكري. خير دليل، خير النقطة. دليل لما نشوفوا هنايا لي زاكسيدون، لي زاكسيدون يوميا، الناس تروح هكذا ارواح برك، شباب في مقتبل العمر، شيوخ كيبرسين وكذا. انا نقدر نقول لك هذاك يكون الشوفير ممكن يكون عنده الاصابه بداء السكري وما على بالوش، ممكن يعني الطاكسيور او يسوق بناس وعنده سكري وما على بالوش. لهذا رانا نكتف ايام تحسيسيه وتوعويه والتشخيصات في كل اماكن. طيب ما دام في وقت سابق كنا نتحدث عن 4 مليون جزائري مصاب بداء السكري هذه السنه، رقم مخيف يعني ومرعب. نعم. أزيد من 5 مليون مصاب بداء السكري في الجزائر. قبل ما نتحدثوا على إلزامية ربما إجراء الفحوصات لكل عائلة، لأنه هذا الداء يصيب الطفل، يصيب الشاب حتى العجزة، هل يعني وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات يعني ما عندهاش رزنامة وبرنامج خاص من أجل ربما التقليل من هذه الحالات التي تسجل شهريا، الآلاف من الحالات التي يتم تسجيلها شهريا، قبل أن نتحدث عن الفحوصات؟ نعم، شوف فيما يخص هذه الرزنامه الاولى منهم لوزاره الصحه، وزاره الصحه هي يعني تعطيك الجواب، ولكن نقدر نقول لك هنايا، هل سؤال وجيه، هل وزاره الصحه عرفت انه
رقم في ارتفاع. هل اتخذ تدابير لهذا للكف من هذا يعني من اخذ السكريات؟ هل في رقابه بالنسبه للجازوز؟ هل في رقابه للعصائر؟ هل في رقابه للمنتوجات اللي راه تنتج في الجزائر؟ ما نقولوش غير نجيبوها. المنظمه الوطنيه للمستهلك قالت انه كنا يعني تكلمنا وكنا مع مصطفى زبدي نعيه من مبر قناه النهار اللي فيه القهوه فيها سكر اغلبيه، ما نقولوش كاع، مين كيقول لك 99% او رقم كبير يعني كلش فيها السكر. حنا ولي خوفنا كاين سكريات اللي نبان كما نقولوا الكازوز وجو هذه باينه، ولكن كاين سكريات يعني مخبئه متخبيه كما المايونيز. كاين مايونيز الناس ما عرفوش بما فيها بلي فيها سكر. العجائن الخبزه وحده كاين يقول لك فيها 25 حجره سكر، كاين يقول لك 42 حجره سكر. يعني كاين سكر اللي ما يبانش، احنا رانا ناخذوه بدون علم، ممكن المواطن ما على بالوش. لهذا مراجعه صحيح. يعني الماكولات اللي ناكلوها. طيب الان سيد فيصل احد، انتم مشكورين على مستوى جمعيه مرضى السكري للعاصمه الذين تقومون بحملات تحسيسيه طوال السنه، حتى انكم تقومون بالفحوصات يعني في كل مناسبات. لماذا الجزائري يخاف يروح يدير فحص حول السكري؟ محمد شوف، ممكن انا عندي ممكن خبره متواضعه، نقول لك هكذا خبره متواضعه صغيره 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 بالنسبه للكبار عليا. ولكن شوف انا في 2007 2008 حتى بدايه 2009 كان المواطن الجزائري بصفه عامه كان ما عندوش قابليه للتشخيص. لما نديروا تشخيصات نحلوا الابواب، ما عندناش المريض يعني المواطن الجزائري ما عندوش قابليه. كي تقول له الله جيروها كي ندور احنا في الجزائر يقول لك لا وكتلقى لي وكيفاش ندير وهنا لا توسوسني. كلمه جزائريه تاع يعني من عندنا توسوسني، ما حتى يعني خارج الولايات يعني لما نخرجوا من هناك المناطق الداخليه. في اواخر 2009 وليت نشوف اللي المصاب يعني المواطن في حد ذاته ولا ما يلقى تشخيص يجي ويشخص. هذه شغل ما نقولكش 100%، ما نقولش كل مواطن واعي، ما نقولكش هذا، ولكن كي يكون عنده قابليه للتشخيص الحمد لله. حنايا تسهلنا المهمه لما عنده القابليه هذيك، يعني اذا كان اصيب بمرض سكر عنده القابليه لتقبل الاصابه في حد ذاتها. زيد على ذلك لما نشوفوا حنايا مرضى الان كاين مرضى اللي ما يتبعش نظام غذائي صحي، ما يتبعش الرياضه، مازال يتكيف، مازال ما يشربش ادويه في اوقاتها، ممكن حتى يقول لك نسيت الدواء ما شربتوش. هادوما نلقاوهم باللي ما كانش عندهم قابليه للتشخيص، ما قبلش انه يشخص. واش هادوما لقيناهم هادوما عن طريق يروح عند طبيب تحكموا انجريب، ممكن تحكموا قرحه في القدم، ممكن تحكموا انا اون انفيكسيون بلمونير، تسمى ممكن بهذه ليزانفيكسيون هادوما يمرض يروح عند الطبيب يقول له دير لي هذه ليزاناليز. لما يدير ليزاناليز يلقى عنده السكري، والسكري كي نلقاوه هكذايا بالمضاعفات نلقاوه عنده حوالي اكثر من خمس سنوات كان متواجد السكري. لهذا ننصح كل الناس حتى سائقي الحافلات سائقي الطاكسي يتفضلوا عندنا الجمعيه، يعني ما يقول لك وين نروح، نروح البوليكلينيك يقولوا لي لا تفضل الجمعيه كل يوم صباح اروح نعيروا لك يا خويا مجانا واروح مرحبا بك. وكل دراسات كشفت بانه كل عائله معرضه للاصابه بداء السكري، ليس فقط العجزه، حتى الاطفال وحتى الشباب. شوف لما جات يعني تكلم واحد من المنظمه العالميه للصحه عطات الى تيري لا سونات دالارم في الجزائر، قال لك يعني لو تيب 1 اللي يعني عند الطفل المصاب، الطفل يعني الطفل الصغير يصاب بداء السكري، يعني ارقام مخافوا دارونا في العالم، دارونا مكلاسين سيزيام، مكلاسين ما بعد الهند وامريكا بالارقام، يعني امريكا والهند والصين بهذوك الارقام اللي 400 وزوج ملايير عندهم الارقام. حنايا 42 مليون عندنا السكري منه الاول، ولكن داروا ما زونتيري لا سونا دالام، قالوا لك شمال افريقيا كان الجزائر. بصح كاين حاجه انه كاين سجل وطني اللي ممكن ما تكلمتش على الدكتوره نادير، كاين سجل وطني متواجد هنا في الجزائر تاع الاطفال منه الاول تيب عندنا، لكن الدول من اللي قدامنا ما عندهمش. لهذا زونتيري لا سونا دالام قال لك الجزائر في خانه حمراء وبلاكو يعني خوفوا في الناس كما يقولوا، ولكن البلدان المجاوره ما عندهم سجلات، ما عندهم سجل، ما عندهم حتى ارقام. يعني تسمى باش طيب
هذه باش يكون على علم الناس. ربما فيه خطر على أطفالنا مدام فيه كذلك يعني نسبة كبيرة من الشباب المصابين بداء السكري، ما هي ربما الأسباب التي أدت إلى هذا الارتفاع الرهيب والمخيف والمرعب للمصابين بداء السكري في الجزائر؟ هو حاجة يعني الأولى يعني لما يصاب بداء السكري كان انتيرا، كان العائلات عندهم انتيران دو ديابيت، عنده ديابيتيك بون، ممكن لا مامون لو بابا، ممكن العب، ممكن لي زونتيسيدون، لما كان درنا يعني يعني نديروا احنا استجوابات مشاوره مع لي مرض، نبداو نبحثوا يعني نديروا احصائيات باش نشوفوا ارقام، نكون عندنا شويه ارقام يعني لما نتكلموا. كاين اللي يقول لك انا ما عندي، ما عنده السكر، جدي ما عنده السكر، بابا ما عنده السكر، ممكن كاين اللي عنده لي زونتيسيدون ما على بالهمش، ممكن اريال بارون لا ممكن يعني عندهم السكري، والسكري بكري نعرفوا بكري ما كانش منتشر كيما راهو دركا، دركا كاين فحوصات، كاين متابعه، كاين رقابه، بكري ما كانش وقت سيرتو خاصه في وقت الاستعمار، لما ما كانش هذا تسمى جاني رقم جديد. ولكن بالاحصائيات نلقاو اسباب المرض، من اولى الاسباب وهو نقولوا حنايا ريديتال، كاين بليزيور فاكتور دي ريسك، كاين لي فاكتور دي ريسك وكاين لي فاكتور دي كلونشو. لي فاكتور دي ريسك حنا نديروها يا محمد، حنا اللي نديروها، حنا اللي ما ناكلوش مليح، حنا اللي ناخذوا السكريات بزاف، حنا اللي ناخذوا العجائن بزاف، حنا اللي نتكيفوا، حنا اللي ما نديروش الرياضه، هذا من جانب الغذائي، حنا اللي نستعملوا السيارات بزاف، حنا اللي نستعملوا بزاف الانترنت، حنا نهار كامل وحنا قاعدين، حنا نهار كامل ما نمشيوش، ويا نسيت سويت بزاف عده عوامل مسببه من مختلف الامراض، ماهوش غير السكري محمد، لما نتكلموا ارقام السرطانات، لما نتكلموا ارقام الضغط الدموي، عده امراض تصاب بها الجزائريين، لهذا نعاودوا اعاده النظر واش رانا ناكلوا، ما نقولوش حنايا لما الجزائريين ولات عندنا طبيعه تكون تمشي تلقى بيتزا، تدخل تاكل بيتزا، مشى او كارونتيطا تاع بوعلام، نزيد ناكل كارونتيطا تاع بوعلام، يمشي ليك يلقى الخفاف، هذيك الطبقه تاع الخفاف اللي خرجت جديده، خفافه وخفافه وتحتها قلب اللوز، سي كراف، يعني ميم يعني بروبليم تاع الكولون تاع الزاريه، بيان سور الخفافه والخفافه وقلب اللوز، واش من كولون اللي راح يجوزها، سبحان الله العظيم، يا ناس اعاده النظر في النظام الغذائي الصحي، رانا نشوفوا رانا يعني رانا في الميدان، يعني تما ما راناش ناكلوا مليح. نعاودوا ننظموا الاكل تاعنا، الرياضه، ما تقوليش ما كاش كيما الشباب يقول لك ما كاش وين نجري، يا خويا انت شاب تقدر تجري في طريق ورا المشكل، صحيح. تروح للسطاد، تروح للغابه، كاين اماكن ممكن للنساء اني معاهم. طيب ما دام الان فيه اسباب كثيره لانتشار داء السكري، نتحدثوا عن النوع الاول تيب 1 وتيب 2، النوع الثاني كيف نحميه الان النوع الثاني، هذا المصابين بالتيب 2 من يعني كي لا تتدهور حالتهم ويصبحوا من المضاعفات. شوف المضاعفات ديال السكري وخيمه ومخيفه ومرهبه، يعني كيما نوصفها لك ما نقدرش نوصفها كلمة، هذا لانه يكون واحد يكون عنده اربع، عنده رجلين، عنده يدين، عنده راس، يشوف، يهضر، يمشي، يجري، ينقز، يشطح، يدير كلش، غدوه من ذاك يروح المضاعفات ديال السكري ممكن يفقد، يبطر من القدم، يولي من ذوي الاحتياجات الخاصة، ممكن يفقد البصر، يولي من ذوي الاحتياجات الخاصة، ممكن مضاعفات أخرى كمرض القلب، أمراض الشرايين، عدة أمراض يصاب بها الداء السكري. المريض السكري أنا حبينا يعني نوصل رسالة يا ناس، الإصابة بداء السكري اونتر بارونتيز ماهوش مرض خطير، يقدر يتزوج، يقدر يلعب البالون، المرأة تقدر تزوج وتولد، يعني ما عنده حتى يعني مخلفات اذا كان اتباع نظام غذائي صحي مليح. ما نجمش نقول لكم تاكل الدجاج اليوم غدوه الحوت وغير غدوه البفتاك، لا لا، النظام الغذائي الخضروات، الخضروات كل الخضروات تاع السيزون، لي فروي سيزون، تسمى في اوقات، في وقت التفاح ما قلناكش في وقت التفاح كل دلع، لا لا، في وقت التفاح كل دلع، في وقت الدلع كل دلع، سمى ربي سبحانه لما خلق الدلاع في الصيف نسحقوا خاطر نعطشوا، خلقوا يعني التفاح في وقته، يعني عنده اوقات تاعو، لهذا نطلب اعاده النظر في النظام الغذائي الصحي. هذيك القرعه كازوز اللي نشريها 12000 ما تقوليش غالي التفاح، روح شريها تفاح، شي زوج تفاحات، ثلاث تفاحات، اربع تفاحات يجيبوك، ايفيتيو الكازوز، ايفيتيو الجو، عنده امراض وامراض خطيره، ما نقولوش حنايا دوك واحد يعني عنده سكر يقولوا خلاص الكازوز، ما تزيدش كاع تشوفه وين تشوفه دور راسك، لا لا، خطره في الغره هو الخاطر، وشربت شرب كاس وشربت له شويه ماء، ولا قمت برياضه وقمت يعني بنظام يعني لاكتيفيتي فيزيك،
ما فيها باس بادي سري كريتا في لانيفرسير ولا شربت الغاز في لانيفرسير ما فيها باس. رحت للعرس قالوا لك والله غير تاكل طعام. تقولوا لا طيب انا رجيم طيب نختم في 30 ثانيه الان. يعني عندكم كذلك برنامج جمعيتكم؟ والله برنامجنا يا محمد والله طول السنه ولكن نوفمبر ممكن فيه كثير على الابواب تاعي ديجا بدلت من البرنامج تاع نوفمبر. يعني زيد على ذلك كانت جوله في الاغواط في وهران في عدد من ولايات الوطن. يوم الاسبوع القادم ان شاء الله يوم 22 23 24 حتى ال 25 يكونوا ان شاء الله في ولايه غردايه ان شاء الله يكون تشخيص مبكر يكون اطباء كل سكان ولايه غردايه. مرحبا بكم مرحبا بنا عندكم ان شاء الله. وحنا ماذا بينا ننصحوا كل المواطن واي ولايه يحب يدير يوم تعزيزي وتوعوي رانا هنا بينيفول. رانا عندنا جمعياتنا اطباء مختصين في المجال. كاين شباب كذلك عندنا شباب دي زيتيديون ميديسين راهم يشاركونا في هذه الايام التعزيزيه. يعني عندنا ستاف ميديكال بسيكولوج ديابيتولوج اندوكرينو فيه كل ستاف قاعد كبير. فيصل وحده دائما ان شاء الله موفق رئيس جمعيه ومكتبنا مفتوح كل يوم. شكرا جزيلا لك فيصل والى كل مجموعه اللي تشتغل معها. مشاهدينا فاصل اعلاني ثم نعود.